في من ضمن الحكاوي اللي يعني زملائي في مصر اليوم قالوا لي حكايه كده من كام يوم، كنت بحكي على ياسر رزق، فقالوا لي ده مره كان ياسر قاعد في اجتماع اول اخره، فعمر ابنه اتصل بيه في التليفون فمش عارف، قال له طب لا انت غلطت يا عمر ومعلش خليهم ياخدوا الاجراءات ضدك بقى، انا مش هدافع عنك بقى وبتاع، واتنرفز كده. فالناس استغربت، معقول يا استاذ ياسر طب ده ممكن تتدخل؟ قال لهم لا هو غلط. فلو عمر حابب يحكي ده احكي. يعني هو الموقف ان انا كنت في اول سنه جامعه، وكان في مخالفه مروريه، تمام؟ فكان في نقاش مع ضابط في المرور ساعتها يعني، يعني بالتصرف اللي هو انا عايز الحق الجامعه، فاللي هو فكلمت بابا. يعني كلمت بابا اللي هو اتصرف ازاي. طب يعني انا واقف مع ضابط، لو هو يعني لو تتكلم معاه كده يعني. فقال لي طيب تمام ماشي ادهولي. اللي عرفته بعد كده يعني كان حصل بقى تطور للموقف تاني خالص بعدها، بس اللي عرفته بعد كده ان هو يعني بابا اتكلم مع الضابط، قال له مساء الخير يا فندم، اخبارك ايه؟ في ولد قدامك غلط وعمل غلطة تستوجب العقاب، فشوف ايه التصرف المظبوط وامشي في اجراءاتك عادي، وتفضل يعني ايه اتصرف معاه باقصى شكل ممكن. تمام. هو بابا كان يعني كان دايما عنده مشكلة مع اللي هو الانضباط. حته الانضباط، او حته اللي هو ما يبقاش عندك افضليه عن حد في اي شكل من الاشكال، ولا في مكان دراسه، ولا في مكان عمل، ولا تدخل، تعمل نفسك بنفسك، توصل بنفسك بنفسك بمجهودك، لان انت ويعني لان انت مجهودك هو اللي بيوصلك، تمام سواء في عملك في دراستك ايا تمام كان. تمام وتحديدا لان بابا طبعا يعني كان يعني تعرض للموقف ده في اول في حياته العملية، ان هو كان جدي والد والدي الاستاذ فتحي رزق، صحفي. وكان صحفي مرموق في جريدة الاخبار، ووالدي ابتدى شغل عشان يبقى اللي هو بيثبت اللي هو يعني بيسعى وبيعمل اسمه من بدري، ابتدى شغل في جريدة الاخبار من اول سنة جامعة وهو عنده 17 سنة، كان تحت التدريب، قعد تدريب 4 سنين. كان موقف من المواقف المعروفة عن والدي يعني، ان هو في مرة من المرات بعت موضوع، فكان أستاذ موسى صبري الله يرحمه قال له يعني ندى يا أستاذ يعني ياسر تعالى محتاج في موضوع، قفل عليه الباب المكتب قال له اكتب لي موضوع عن كذا كذا دلوقتي، في سبيل ان هو يتأكد اللي هو طالب في السن الصغير بيكتب حاجة بالجودة دي، مقال مش بالجودة دي، حد مقال كاتب له مش يعني. حد كاتب له.